احيانا تكون عاده عند بعض الاشخاص. دائما نقول انه هذا الشعور بالتحسن هذا شعور وقتي. بعض الدراسات تقول حتى انه هذا التحسن او الشعور اللي يحس فيه الشخص بعد طق رقبه او الظهر او بعض مفاصل اليد والقدم هذا شيء وهمي حتى، انه غير صحيح انه فعلا في تحسن صار على مستوى المفصل. بعض الممارسات اللي ممكن يسويها الواحد من حركه عنيفه الرقبه قد تبدا من الوصول الى شد عضلي تسبب آلام مبرحة إلى مضاعفات ثانية إذا كانت الحركة شديدة جداً.